حتى باص الحرية لأسر وأهالي المعتقلين والمغيبين السوريين في سجون ومعتقلات نظام الأسد رحاله في برلين، والذي بدأ مسيره منذ عام 2017 في جنيف للمطالبة بفك أسر أكثر من نصف مليون سوري ما بين معتقل ومغيب، ومعرفة مصيرهم في ظل تجاهل دولي لقوائم ولوائح الموت التي يصدرها الأسد تباعا دون أن يرفع فله جفن. بلشت الفكرة وقت التقينا نحن بجنيف وأسسنا حركة عائلات من أجل الحرية. بلشت هاي الفكرة من شان نطالب بحقوق هؤلاء المعتقلين اللي بداخل النظام السوري، وعم نحاول نوصل لهالعالم إنه في آلاف الآلاف يلي مسجونين ظلما. ومن أول ما بلشت المظاهرات كانت مظاهرات سلمية، من ضمنهم والدي يلي اعتقل ببداية الثورة، وأنا لهلأ ما بعرف عنه أي شيء. مشهد مأساوي للأهالي والعوائل وهم يحضنون صور معتقليهم، بعضهم عذب حتى الموت وآخر ينتظر دوره أن يكون مجرد اسم يمحى بجرة قلم من السجل المدني ويمنح شهادة وفاة. هذا الملف العار الذي يضم في بياناته صورا لأطفال لم يتجاوز بعضهم السنوات الثلاث. أبي اعتقل ب 2/7/2013، اعتقل من دمشق وللأسف كان بالبيت لوحده، ونحن ما عنا أي فكرة أي جهة اعتقلته، شو الأسباب، شو التهم، وين هو موجود. من شهرين تقريبا طبق 5 سنين بالمعتقل. لا يريد أهالي المعتقلين أن يتحول هذا الباص إلى معرض صور لأحبائهم، كما تحول ملف قيصر لمجرد صور في ردهات المتاحف، وإنما لوضع المجتمع الدولي والحقوقي أمام مسؤولياته الأخلاقية تجاه هذا المسلخ البشري لمعتقلات الأسد. نصف مليون مغيب ومعتقل، الملف الغائب دائما عن لقاءات وقمم الدول المتحكمة بالملف السوري، والحاضر دائما كجمرة نار في وجدان عائلات المعتقلين وأهاليهم. لقناة الإخبارية رملة أبو إسماعيل، برلين.